بهاج بيك السفر في كلمة تبين معادن الرجال يا سلام. ديار ريع البعض نرحب يا محمد. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا منور طلع في الباطن الجميلة. الله يسعد الوجه. كيف الحال؟ عساك طيب. روح الباطن يا ربي يمد حياتك. انت تدري انك لا غبت عنا ما نلعب كله بون. انا كم مره قلت لكم العب ما نرقص ليه لمتها 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 كذا من الله وليه ما اقدر ابشروا بي وانا كل يوم عندكم احنا ودنا ابشروا يا ربي ودك بالعافيه يا محمد يا مرحبا بك والله احنا اللي بلياك بلياك ولا شيء الله يخليك لك اللهم اللهم يا جعل علي طرق يا ربي يرحم والديك الله يرحم والديك يا رب لا والله انا يا اخوك لا تروح وتخليه انت مطيب انت سنت والله مطيب والله تروشت بيتك الله يبيض وجهك عن السيارة مليانة غير لا تخلي لا تاخذها خلها عندي السيارة مليانة بروتوكول جدول قابع على قولتهم الجدول قابع في الرقاطة هلا ابو عايض تستاهل تستاهل الطيب أدائك كان بطولي صح بالله كيف أدائي أنا أبو محمد أرحب أبو محمد ما شاء الله ما غير سياحة أفا يا صغرك يا كدر سياحة أفا أفا لكن ما قصر ولد ولا الأهداف اللي يضبط يا صنع علي أبو محمد وأنا أبو هيا أبغى يروح بطنه راح أبو محمد كيف بالله تثق فيه الشيخ صار أنا وياك ناس عجيبة نروح النادي نلعب كورة نخلص ننزل الزيت تكفى انت اسكت تكفى لا تكفى حشو تكفى اسكت الوضع ترى بيني بينك العرب لا يدروا المدرب ترى يتحلف فيني تكفى يا ابو ويتحلف فيني يقول رايح لدبي الكشتي حرام اللي التفت احنا ترى لا ما غلطت بس انا حان ما بي مش عارف انا انت ما تبي تقطع رزقه ما بدي اقطع رزقه اي والله لا بيض الله وجهك بيض الله وجهك اي والله خلي رجله ترزق انا قد قلته ها خليه ترزق خله ولا ناشرونه الترحل يا شيخ هو ترى يتابع السناب ايه اضبط وضعك يا قشتي يا اوكي ترى انا رايح اتعشى واعلم الخير كركب يعطيكم العافية عليك تحية وسلام الله بيض الله يجيك بعد التمرين وجهك ابيض هذا اقل شيء نقدمه وما قصر ابو محمد صنع لي يمكن كم هجمة اشهد اني استنست اشهد اني استنست انا والله اجتمعنا بدون موعد اي والله اقول قدني راقد الا سامي يدق علي قال تبي تمرين قلت اي والله ابي تمرين وانا راقد خلاص برقد والله عيونك عيونك والله اني مفجر صح يا مرحبا طيب بالله ما استنست جدة وناسه يا شباب انا انصحكم بالرياضة انا انصحكم بالرياضة يا عرب يا اخي تمسك وتستانس وتصحى